السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي منسوبي شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الإسلامية التوحيد، الدرس الثالث من الوحدة الثانية بعنوان محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن تعرفنا نبينا أيها الأبطال في الدرس السابق أنه الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من قريش، ولد عام الفيل، وأنه برسالة الله له غير عبادة الناس الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، وغير الكثير من العادات السيئة الخاطئة التي كانت منتشرة في العرب أو عند العرب قبل الإسلام. وجب علينا الآن أيها الأبطال أن نحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه غير العبادات الخاطئة والعادات السيئة، حيث أن الناس أصبحوا ينتشر بينهم الصدق والأمانة وعدم القتال فيما بينهم. كان الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن الصحابة فرحوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. وأيضا أيها الأبطال، محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالدين والناس أجمعين. وكذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيام. أنا أحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى النشاط أيها الأبطال. أرتب المحبة للأشخاص المذكورين بوضع الرقم المناسب في الدائرة، كما نرى أيها الأبطال: الأب، الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم أيها الأبطال، الأول للمحبة هو النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الأب بارك الله فيكم، ثم الصديق. ننتقل إلى الأسئلة، أكملوا الفراغ. حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتكم بارك الله فيكم، من أعظم الواجبات. ب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالدين والناس أجمعين. بارك الله فيكم أيها الأبطال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.